عشرات الغارات الجوية منذ صباح اليوم استهدفت عدة قرى وبلدات في الشمال السوري. اليوم نحن الآن في مدينة كفرنبل، هذه المدينة تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة بالإضافة إلى قصف بالطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد. كما نشاهد خلفي هنا أحد الأحياء السكنية وهو سوق شعبي في مدينة كفرنبل، تعرض بشكل مباشر لغارات جوية نتج عن هذه الغارات طبعا دمار كبير في الممتلكات والمحال التجارية. كما نشاهد هنا الأهالي تقوم بنقل بعض البضائع المتواجدة أو ما تبقى من هذه المحال التجارية، يتم نقلها باتجاه مناطق أكثر أمنا. طبعا نشاهد حجم الدمار كبير جدا في الأحياء السكنية هنا في داخل مدينة كفرنبل. أيضا الطائرات الحربية المروحية ألقت عدة براميل متفجرة على مدينة كفرنبل صباح اليوم وعلى مشفى كفرنبل الجراحي. طبعا لم تكن كفرنبل وحدها التي تعرضت للقصف، هناك عدة قرى وبلدات في الشمال السوري أيضا تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة. بلدة معرة حرمة، الشيخ مصطفى، أنقير ومدينة خان شيخون، تعرضت هذه المدينة اليوم لعدة غارات جوية من قبل الطائرات التابعة لسلاح الجو الروسي. تسببت هذه الغارات بوقوع جرحى في صفوف المدنيين. طبعا الطائرات الحربية أيضا أغارت على بلدة أرم الجوز في جبل الزاوية وكفر بطيخ، وهناك ضحايا في صفوف المدنيين في بلدة أرم الجوز. ميدانيا وعسكريا طبعا هناك كان عملية نوعية من قبل الفصائل الثورية على محور بلدة القصابية في ريف إدلب الجنوبي. طبعا نتائج هذه العملية كان هو مقتل عدد من جنود قوات النظام على هذه الجبهة، بالإضافة إلى تدمير دبابة كاسحة ألغام على محور أيضا ريف حماة الشمالي من قبل جيش العزة. الجبهة الوطنية للتحرير كانت قد أعلنت عن تدبير سيارة نقل عسكرية لقوات نظام الأسد بصاروخ مضاد للدروع في ريف حماة الشمالي. إبراهيم السويد، ريف إدلب، قناة حلب اليوم.